أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من جديد في حلقة متجددة من هذا البرنامج، برنامج فتاوى. يسعدنا أن نلتقي مجددا بالشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا مولانا. بارك الله فيك. سهلا. كمان نرحب أيضا بمشاهدين الذين سيتابعون معنا هذه الحلقة من خلال المشاهدة، من خلال الاتصال وهو البريد الإلكتروني الذي من خلاله سنجيب بقدر الإمكان على الأسئلة التي سيطرحها السادة المشاهدون. نحن حقيقة نرحب بالشيخ محمد أحمد حسن. وعموما القرآن الكريم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن يعني محتاجين نحن نذكر الناس من جديد بأنه فضل القرآن ومدارسة القرآن الكريم وأجر من يتلو ومن يتدارس مع إخوانه كتاب الله الكريم. ياريت نحن لو ذكرنا الناس بهذه الأفضل إن شاء الله. نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفينا شرف عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى خيار الأمة، أفضل أمة محمد، هم الناس اللي بيهتموا بالقرآن، يتعلموا القرآن ويعلموه لغيره، وده شرف عظيم لأنه بيتعلموا كتاب الله ويعلموه لغيره. وعن عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. إن هذا القرآن هو حبل الله المتين. اللي بيتمسك بالقرآن تمسك بحبل قوي متين ينجي في الدنيا من المهالك وفي الآخرة من النار. كيف هو التمسك بهذا الكتاب؟ التمسك بالقرآن هو نحن نتدبر، نتعلم القرآن ونعلمه ونقرأه بتجويد وبترتيل وبخشوع وخضوع، وكمان بفهم لمعانيه. أهم حاجة فهم لمعاني القرآن. والإمام الزمخشري قال: إن قوة الدين وكمال الإيمان لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن مع التدبر والعمل بما فيه وترك نواهيه والعمل بما جاء فيه. يقول دي قوة الدين وكمال الإيمان لا تحصل للذل إلا بكثرة قراءة القرآن. والقرآن أكبر مصدر من مصادر الحسنات، ونحن محتاجين لمثقال ذرة من الحسنات يوم القيامة عشان تتختم في كفة حسناتنا. لأنه ربنا تبارك وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وفي الآية الثانية قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. عبد الله بن عباس قال في تفسير السورة: أي فمن زادت حسناته ولو بحسن واحدة من السعداء الفائزين، زاد السيئات على حسناته ولو بسيئة واحدة يدخل نار جهنم. ونحن محتاجين، وأكبر مصدر من مصادر الحسنات للمسلم قراءة القرآن. ولذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. شوف البشارة العظيمة دي. تقرأ القرآن بكل حرف نطقته عندك عشر حسنات. لكن الإمام النووي قال: أجمع العلماء على أن لا يسمى قارئ القرآن قارئ للقرآن إلا إذا حرك اللسان. أي وأجمع العلماء على أن الذاكر لله لا يسمى ذاكر إلا إذا حرك اللسان. يبقى نحن لما نيجي نقرأ القرآن ما نقرأ زي ما بنقرأ الجريدة. الساعة الجريدة من نقرأ يتعاين كده ولساننا خشومنا مكفول ولساننا لا بيتحرك ولا شيء، كده قرينا الجريدة. لكن قرأت القرآن ما نقرأ زي قرأت الجريدة. أجمع العلماء على أن قارئ القرآن لا يسمى قارئ إلا إذا حرك اللسان. يبقى نحرك اللسان، وبمع حركة اللسان نفكر في معنى الآيات ونخشع. وبلذلك الزول لما يقرأ ويخشع
يندفع لعمل الحسنات. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. انت قرب يوم كده امسك المصحف وقرأ لك سورة من القرآن بخشوع بتدبر وبترتيل وبتجويد، حطيت المصحف تحس بسعادة عظيمة جدا، تحس ان قلوبك كلها خشعت للقرآن ولانت للحب العمل الصالح. هذا من نور القرآن. وأنا واصل إن شاء الله. نعم. طيب التأدب لتلاوة القرآن، واللي يعني إننا لاحظنا كثير من الناس في البيوت الواحد يكون داري يتلو القرآن فجأة الباب مثلا دقه يخط المصحف ويقوم يمشي. أيوة. ما بتتحقق الطمأنينة الكاملة في كثير من الأحيان. كيف الإنسان يسعى حتى إنه ما يتعرض أثناء هو ما بيتلو في القرآن الكريم إنه يكون منشغل بأشياء أخرى؟ كويس. شو إنه يتحيل الوقت اللي هو يكون فيه الهدوء بالليل بعد صلاة الصبح، يكون الزول صلى الصبح في المسجد وهي ماسك وضوه ودخل البيت لغاية ما أم الأولاد تسوي له الشاي يقوم يتلأ، أو حتى كمان أخر سواة الشاي جمع وليداته بنياته قعدوا في حلقة كده قروا له سورة جزء نص جزء ما تيسر من القرآن ويدعو ويكونوا حصنوا أبيتهم بتلاوة القرآن واخذوا ثواب عظيم ولداته نتعلم قراءة القرآن. دي أحسن عمل الزول يعملوا مع الصباح. أي بعد ما صلينا الصبح وقت لأنه الزول بدأ في بداية اليوم الزول بقى يبدأ يفتتح يومه ده بقراءة ما تيسر من القرآن. نعم. بقدر الإمكان. نعم. في كثير من الناس يعني بيفضلوا يرددوا أو يقرأوا آيات معينة أو سور معينة ومحددة. أي معليش يعني في التحصين زي مثلا في الصباح والمساء الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته حسان أمرنا بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم قراءة آية الكرسي وقراءة سورة تبارك لأنها تنجي من عذاب القبر وسورة الدخان وسورة ياسين وبيّلين فضل الصور دي زول ممكن يعني ديل يقرأهن يوميا للتحصين والتاني ذاك يقرأ ما تيسر للسواب وكله خير. نعم. أقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. طيب نحن حقيقة في بعض الأسئلة وصلت لنا يعني مكتوبة بيتحدث أحد السائلين عن الصلاة في الصف الأول وأجرها. أيوة. يعني مرات ما بيتمكن هو يصلي في الصف الأول ولا في الصف الثاني. أيوة. وفي وارد إنه الصلاة في الصف الأول عندها أجر عظيم. نعم. هل لو صلى في الصف الأخير أول قبل الأخير هل أجره ينقص؟ أيوة. المقصود بالصف الأول هو الزول يجي مبكر ويلقى محل فاضي في الصف الأول ويقعد. نعم. وهذا الزول بيعمل كديق بدري يقعد في الصف الأول ثوابه عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. نعم. يبقى الصف الأول إنك تفكر تيجي ما تيجي من آخر يوم الجمعة ويتخطى الرقاب يتخطى الرقاب لغاية ما يوصل الصف الأول، يجي بدري يلقى مكان في الصف الأول والصلاة في الصف الأول ثواب أكثر. وفي كمان الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أفضل حتة في الصف الأول يمين الإمام، وبعد ذاك الناس يبتدوا الناس لما يجيفوا أول ما الإمام قام الصلاة الإمام يتقدم الناس يكونوا وراء الإمام على جهة اليمين شوي. نعم. وينشروا شمال يمين لغاية ما يملوا للحيطة. نعم. الناس اللي بيجوا بعدهم ما يجوا في نهاية الحيطة. نعم. ليجيفوا وراء الإمام على برض جهة اليمين حتى ولو نفرين أي ولو نفر واحد. نعم. يجيفوا وراء الإمام على يمين الإمام كده في الصف الأول وراه ما يمشي بالحيطة هنا ينشر يمين وهكذا. نعم. وهكذا. نعم. نأخذ أول محادثة هدفية معنا. أخ طارق من خرطوم بحري، مرحبا يا طارق. نعم. لو طارق ما معنا في الخط الآن نحن نعود لباقي الحديث عن الصلاة في الصف الأول. أيوة. الصف الأول فضل عظيم، زول يبكر يجي في الصف الأول وهكذا كله ما تقدم في الصف الأول يكون ثوابه أكثر. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وهكذا لغاية الآن. نعم. يعني بناء الصف بيكون في بالنسبة للصلاة يكون من الوسط، من الوسط وراء الإمام. نعم. الإمام على يمين أي شوية. صف ولا هاي. صف الأول فقط طبعا الصف الأول والبعد إن شاء الله لغاية الصف العشرين كلها تتبني من النص. هاي من النص. هاي. نعم. ما فيها نص صريح المسألة دي. هاي ما طبعا عندما الحديث نحن ما اختصرنا الموضوع. نعم. هاي. هاي. نعم. طيب نحن حقيقة في برضو سؤال وصلنا، واحد قال هو كان سايق عربية مع والده
وقدر الله انه الحادث حصل حادث وتوفي والده في 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 نفس اللحظه. أيوة يعني أيوة. هل بيرث هو والده؟ ايوه. طيب ولو مات هما الاثنين في نفس الوقت؟ أيوة. يعني كويس. هنا جمهور العلماء قالوا اقاتل يعني قاتل وارث ما بيرثوا. يعني زول قتل الزول الحيورثه وكذا، حتى ولو قتل اذا كان عمدا او خطا او شبه عمد، ما دام تسبب في قتل الزول الحيورث ما بيورث، يبقى الولد ده سايق العربية، حصل الحادث انقلبت العربية، الأب مات والولد نجا، يبقى الولد ده ما بيورث أبوه، ما بيرث أبوه. نعم. أي لأنه تسبب في قتل أبوه حتى ولو عن طريق الخطأ، ترى جمهور العلماء من السلف والخلف. بعدين كنا ده طبعا الولد اللي تسبب في قتل أبوه ده مطلوب منه شنو؟ مطلوب دفع الدية لإخوانه، لأن أخوانه بيورثوا أبوهن المتوفي، أو إذا تسبب في قتل أخوهن يأخذ الدية، لكن غالبا الأخوان بيعفوا. لو عفوا الأخوان واللوم عفت خلاص. لكن الزول ده ما بيرث ولا يرث من حتى الدية. فرضنا الزول ده اللبو برضو هنا ما بيرث من الدية برضو. نعم. نأخذ من السعودية معنا أبو عبد المجيد. يا مرحب. ألو. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. تبارك يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. يا ايوه. انا بسالك عن الضرائب والزكاة. اي. 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 قول. بالنسبة للمغتربين. اي. عندنا واحد كان اعترف قبل 2000 يعني. سنة. كان عليه الزكاة والضرائب وكده. اي. المهم شغل دايجانسو هناك. لما رجع كان عليه هنا ضرائب وزكاة. اي. يعني حتى ما في لحد 2004 كان. اي ما. المهم هو مشى هنا عشان يجي يسافر اللي جاي يعمل اجراءاته. اي. جاءوا فلوس كثير 800,000 وكده. اي. اها. مشى للغابي قام قالوا له يا اخي انه يعمل هنا يعمل اراء انه ما يكون شغال وما شغال، هو كتب اراء للغابي مشى. قال ما كنت شغال. الاربع سنين ده. ايوه. وصح ما كان شغال. قال له تحلف. اي. قام حلف قدام هنا الغابي في المصحف. المهم شال منه. نعم. هو حلف. انك تكون شغال ب 1000 ريال وكده. يعني راتبك لو 2000 ولا 1500 يكون عليك الزكاة. طيب دار أسألك. هو كان راتبه 1500 ولا 2000. الزول ده حلف صادق ولا ولا بيجي. وقال من 2000 بيخلوك في الزكاة. كده ما كان معي قروش، وقالوا في جماعة قالوا إنه لو خلفت في الضريبة والزكاة وكده قالوا ما مفروض عليك وكده. كل الناس قاعدين يحلفوا كده، ونحن قاعدين نعرف إنه الخليفة ده مثلا هو كيف وكده. السؤال الثاني كده، نحن قبل ما تمشي للثاني دايرين نسألك، الزول ده حلف صادق ولا كاذب؟ الزول ده يعني ما 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 بيكون يعني ما بيكون إنه هو كان شغال يعني. لما نحن سؤالنا محدد يا أخي، الزول ده ما جاء قال ما كان شغال أو كان. أيوة. شغال بمية ريال. هل كان صادق في حليفته لما خدت إيده في المصحف؟ حلف صادق ولا كاذب؟ بدأ سؤالنا بليك. ها؟ قطع الخط ولا شيء؟ لا ما كان صادق تبع. طيب خلاص خلاص امشي للسؤال الثاني. ما كان صادق. نعم. امشي للسؤال الثاني عشان نكسب الزمن. نعم. يا اخي. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لي انا. اي. نصلي خمسة اوقات في المسجد. اي. كل الصلوات الحمد لله. ما بتمشي المسجد؟ قاعد امشي مسجد، قاعد اصلي كل الصلوات في المسجد. سامع. بس صلاة العصر قاعد اتأخر فيه، لأنه ليه؟ إنه دوامنا بيكون صعب من الساعة يعني مثلا من بعد الصبح نحن بنكون واقفين على حيلنا لحد الظهر. أيوه صلاة الظهر. سمح العصر يعني بالقامة نقوم يكون المسجد خلاص خلص الصلاة وكده ونصلي في البيت ونمشي. لكن بيصلي قبل الشمس تدخل مش كده؟ صلاة العصر. بيصلي قبل الشمس ما تغيب. ها؟ بتصلي قبل الشمس ما تغيب ولا الشمس غابت؟ لا لا قبل الشمس يعني. خلاص كويس. نعم. كويس. نعم. خلاص ان شاء الله نجاوب على سؤالك. شكرا يا ابو عبد المجيد، شكرا جزيلا. اي طبعا هنا ده عاده بعض المغتربين ان الزول يقضي، طبعا المغترب ده
سلفا من سافر مهين عارف انه لما يرجع عليه ضرائب وعليه زكاة المفروض يعمل حساب اي لكن بيجي بعد المدة دي كلها يقضي قاس وطالع اذا ما شافه في جوازه دافع الضريبة ودافع الزكاة بيدفعه هاي يقوم هو يقوم يحلب بالكذب انه ما كنت شغال او كان شغال بمية ريال هو تلقى شغال بقمسمية بألف ريال طبعا دي شهادة الزور اخوان يبقى شهادة الزور معناته زول يحلب على حاجة حصلت في الماضي بالكذب ولذلك نحن نصوص شهادة الزور دي ما عندها كفارة كفارتها ترجع تسحب الحليف الحلفت هذه تجي قدام القاضي تقول القاضي في القضية رغم كده حلفت شهادة شهادة الزور ده حله بعد ما القاضي يجي يتخذ الإجراءات رجع الحق لأصحابه ويعاقبك لأنك حلفت شهادة الزور بعد ذاك توبة نصوحة هذه كفارتها ولذلك ننصح إخوان المغتربين أنت عارف إيه زول مغترب يجي من الغربة ويجي قضي قاسه لما يطلع بيدفع يكون لابد يحضر تخد حق الضريبة تضرب أنت براك تشوف المدة دي كم سنة شوف زكاتك كم ضريبتك كم تطلع مبلغ ده تخده وتدسه يوم ما تيجي تأشر مسافر تقدم المبلغ ده أشر لي لك عديد تسافر طيب بالنسبة للزكاة الزكاة يعني بتراكم الثلاث أربع سنوات وهل الزكاة لازم ملزم إنه يدفع في وطنه ولا يدفع في يدفع في أي إذا ما إذا دفع هناك يجيب إقرار إنه دفع لكن بيدفعها يهين ده يدفع هنا زي ما أنا ذكرت يحضر حاله حضر زكاته ويحضر الضريبة بتاعها اللي هي مربوطة بالوطن ولا مربوطة بالدي جرائد بيعملها ناس المغتربين هذه جرائد يعملها يعني المغتربين انك انت طالع لابد تكون دافع الزكاة والضريبة بس نحن انا زكاتي لو طلعتها براي لزول هناك حسب لا تطلعها هنا ده اشياء الدولة يعني هاي اذا طلعتها هناك تجيب لك مستند انك طلعتها نعم ان شاء الله طيب في برضو سؤال آخر ثاني عن الطريق المثلى يعني الكثير من النساء بيسألوا عن إنه كيف الواحد تمسح شعرها للوضوء وفي ناس بيقول إنه مسح جزء من الرأس للمرأة أو جزء من الشعر يجوز طبعا هي مسح الرأس فرض للمرأة والرجل وبعض العلماء قالوا مسح الرأس كله بعضهم قالوا مسح جزء من الرأس يقضي إن شاء الله ما فيه خلاف كثير يعني يعني يجوز كل حاجة طيب بالمناسبة الزيت العادي بتاعنا ده يعني الدنيا شتاء الآن الشتاء حيدخل أو دخل في بدايته الآن في كثير من الناس بيستعملوا يعني دهانات وزيت عادي للمسوح هل المسألة دي فعلا هي بتكون مشكلة حائل مانع للوصول طبعا نحن ذكرنا قبل كده قلنا من موجبات الغسل موجبات الوضوء إزالة الحائل المانع والحائل المانع يشمل الدهن يشمل الكريمات الفازلين جريسلين الزول لما يجي يتوضا لابد انه اذا في اثر دهن في اعضاء الوضوء يصب يدينه ويزيل الحائل ده ويتوضا واذا للغسل في دهن في الراس مثلا زي النساء مناكير في ظهور اليدين دهن فازلين كريمات في الوش لابد النزول الصب يزيل الحائل بعد ذلك يغتسل معانا من ام درمان الاخت هدى مرحبا يا هدى ألو ألو مرحب عليكم السلام مرحب بك كيف يا مولانا أهلا وسهلا ألو معاكم أهلا وسهلا نعم معاك هدى من تفضل يا هدى يلا عندي سؤال أنا للشيخ يا ريت لو يعني خفضت لنا الصوت بتاع التلفزيون قبل ما تتكلمي أو تقولي سؤالك يلا عندي سؤال أنا للشيخ نعم يا هدى أيوة أنا سؤالي للشيخ أنا يعني بنت عمري 18 عام هاي ويتيمة يعني كويس عندي مشكلة الزواج كده يعني أيوة عندي عمي يا هو يعني عمي الكبير وكده أي ولي عمري خاي يلا عمي ده عنده زميله كان دايرني هاي يلا هو بالفاسد بالغريب هناك سامع فزامع هنا يعني كلمنا قبل كده وانا رفضت الراجل الزميل ده رفضته يعني قلت له انا ما قبلان الموضوع ده وما عايز اتزوج يعني انا بقرا في المرحله الثانويه اي اها بعدين حصل فزامع عقد من غير ما يوريني عقد عليك بدون ما ياخذ موافقتك اي عقد من غير موافقتي ووالدتي هنا يعني حيه وعندي اخوي كبير اكبر مني ايوه نعم سامع وهسه دخلته ولا لسه الو
الو قطع. نعم الخط قطع. اي هنا طبعا دي يتيمه وان ابوها متوفى وما حي واخوها اكبر منها حي. عمها اللي هو قام اختار لها عريس وهي ما داير العريس ده وقالت لعمه ما داير مشى. هي معنا على الخط الان. اي الو الو معاكم معي. اها يعني هسه عمك عقد عليكي؟ ايوه عقد عليك. وما دخلته لسه؟ لا لا. وانت رابضة الزول ده؟ نعم هي رابضة اصلا مبدا. هاي رابضة مبدا يعني. طبعا الاسلام ادى البيت حرية اختيار شريك حياتها. ولا اللبو ولا العم ولا الاخو ما يقبل البيت ان زوجة من زوج ما دايراه يستشيره ويعرض لها الزول ده اخترنا لك فلان الفلان وتقدم للزواج منك وتدوها تصور عام دراسة جدوى عام عن الزول ده وبعد ذلك يدوها الخيار. قبلت خلاص، رفضت ما نجبرها. الإسلام ادها حرية الاختيار. جاءت بنت للرسول قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فأجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. يعني الأمر إليها معناته كان داري نفسخ عقد الزواج يتفسخ ويتلغي. يبقى لذلك. وبعدين كل اللبو أو العم لما يكبر البد على الزواج من زول هما دائرة ما حيسعده ولا هي حتسعده. والزول ذاته اللي داير يتزوج ده قالوا لي أخي البد ما دايراك لكن دايرين نجبره غصبا عنا نعرسه لك. يقول لا لا لا، الزول العاقل يقول لا زول ما دايراني، أنا زوج لي جسد بدون روح. ما حتى بقالوا جسد بدون روح لأنه ما دايرة. أي لابد أنه يكون في مودة جاذبية بين الاثنين، مغناطيس جاذبية حب بين الاثنين حتى يتم الزواج. لكن الهناد المودة دي ما في منفية، طرف داير والطرف الثاني ما دايرة، هو دايرة وهي ما دايرة. ما بيتم الزواج ما بيكون سعداء. لابد أن توافق الاثنين يحبوا بعض. ولذلك نكرر نصيحتنا للآباء والأمهات، ما تجبروا بيتكم من زواج زول ما تدور، ولا تجبروا ولدكم من زول ما داير تعرسوا تقول له إذا ما تزوجت البيت. لكن في كثير من الأحيان بيقول لك البيت لسه صغيرة وما عارف حاجة. يعني نحن قصتنا في الرفض بحرية الاختيار. البيت كمان لابد أنها تبلغ تكون عمرها 16 سنة راجدة بالغة، حتى بعد دخلت التينة. لكن بتقل من كده ممنوع الزواج. طيب في حالة أخوتنا هدى اللي اتصلت يعني هي وعقدوا عليها خلاص، هل في حال عندها الحق إنها تفسخ؟ أي من حقها في الحالة دي إذا أبت الزول ده بيان كد من حقها، ما بتقدر تفسخ العقد. اللي ترفع الأمر للقاضي. لكن ننصح بيتن إذا كان الزول ده العيوب بتاعته بسيطة تقدر تتغادي عنها أقبل وزوجي. لكن لو شفتي ما باهو بيان كد وما بتسعديه ولا بيسعدك، يبقى الحالة دي من حقك ترفع عريضة للقاضي، القاضي يفسخ عقد الزواج. نعم معنا هاتف. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بشير. مرحب يا فضل الله. فضل الشيخ محمد أحمد حسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا زكاة الفطر. أيوة ما لا زكاة الفطر إن شاء الله. قال كويسين ما بيقولك إذا ما زاد ما طلع زكاة الفطر بتاعته صلاته يكون مع ال الصيام بتاعه يكون معلق. نعم أي الصيام بتاعه بيقولك معلق. هل هي فرض ولا سنة؟ نعم زكاة الفطر فرض. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة. زكاة الفطرة ما مذكورة في القرآن. فرض الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة وهي مبلغ بسيط، النفر 5 جنيه. 5 جنيه بالزمن ده الزول يشيل في جيبه يركب المواصلات. 5 جنيه النفر واحد، انت ما تمكنت طلعتها في آخر رمضان طلعها لأنها ما بتزود عنك طالما كنت مستطيع ساعة وجوبة. اللي إذا كان الزول يوم تقول باكر العيد أصبح ما مستطيع سقطت عنه. نعم طيب. طيب نحن نعود لجانب تاني. واحد بيسأل قال إنه هو يعني عنده أخوه يتوفى وداير يعني يقدم له زوج أو يقدم له يعني عمل يعني على الأقل إن شاء الله يعني يوقف له. مثلا قال هو غرس عدد من الأشجار. أيوة. غرس أشجار وظل هذا بعدين حتى لو البهائم قاعدت فيه ولا الناس الماشي في الطريق قاعدوا فيه وداري زي يوقف. أيوة. هذه المسألة هل يعني زرع شدرة قال دي وقفي سوابة لأخوي لأخوي خلاص ماشي سوابي يمشي إن شاء الله يمشي ليه إن شاء الله. نخلة بيت أداله عمل له دار عمل له مسجد عمل له أي حاجة توقفها
نعم. قرايبك سوا بيمشي. نعم ان شاء الله. نحن سنعود ان شاء الله مع مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ونواصل ما تبقى من هذا البرنامج. نرحب من جديد بمشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى بصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نحن حقيقة تكلمنا في بداية الحلقة عن فضل مدارسة القرآن الكريم وفضلها، وتحدثنا عن الوقت المناسب واختيار الوقت المناسب وتحري الأوقات اللي فيها يعني أجر عظيم زي أوقات الفجر والسحر. حقيقة نحن بدنا نتحدث عن صلاة الجماعة، فضل الصلاة في جماعة. يعني كثير من الناس الواحد بيكون مشغول مع شغل بيتناسى أو ينسى وقت الصلاة والوقت الفوت في صلاة الجماعة. بعد ذاك مع بعض الزملاء بيقوموا يصلوا مثلا زي العصر قريب المغرب، هل يمكن أنه زول يصلي الوقت في جماعة أي في أي وقت يعني؟ أيوة. هو طبعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. شوف، أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، وتأخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ذنب كبير. قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبعدين كهم كمان الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. يبقى المنافق من عادة أن يأخر الصلاة عن وقت، تلك صلاة المنافق. ولذلك الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر الزول يحرص كل الحرص أن يصلى في جماعة. فاتت في جماعة لسبب ما، زي ما طرح سؤال أخونا ده، قال أنه يصلي الوقت الخمسة في جماعة ما عدا صلاة العصر، لو سانبت صلاة شمش واقفة كان نعم خلاص. فاتت صلاة العصر اللي كان مشغول لسوق ما صلاها برا، على شرط يصليها قبل اصفرار الشمش، ما ينتظر لغاية غروب الشمش أو لغاية ما الشمش تقرب تدخل. هنا ما قال تلك صلاة المنافق، أي يبقى بدري أصليها. نعم. نعم. معنا من كنانة إخلاص. مرحبا إخلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. نعم تفضلي. يعني بستشير الشيخ في إني أنا تزوجتها لي 6 سنة. نعم ما شاء الله. وكل سنة كل ما يجي رمضان بصادف إني حامل. نعم كويس. ورمضان جاء لما جاني مرضع بصوم، يعني هسه 3 سنة أنا ما صمت. نعم. عايزة أشوف تقضى كيف يعني. أيوة. نعم. أسع فاضل حامل لمرضية هسا حامل. خلاص رمضان فاضي هسا وصل كويس. نعم. يعني عندك 3 رمضانات بيسوي 3 رمضانات مصايرة. خلاص إني أخذتك في فتوى على إنه خففت
على الحامل والمرضع اللي هو ما دام يتدبلوا ثلاثة رمضانات تطعمي رمضانين وتشيلي معك واحد، يعني تطعميلك 60 مسكين وتشيلي يبقى قفلت خانة رمضانين، فضلك رمضان واحد تشيلي معك بعد ما تلدي بالسلامة وتردع جناك وجناك وعمر 10 شهور ما محتاج للبنك، تجيب لك كراس تكتب فوق علي دين من رمضان 30 يوم تقضي في الأسبوع يومين أو 3 العاد بس الدين عليك. بعد ما قفلت خانة رمضانين بيطعم 60 مسكين، كل مسكين تديه جنيهين يعني 60 و60 كم؟ 120. أي توزيع عليه مهلتك ما شرط في يوم واحد. كل مسكين جنيهين على شرط 60 مسكين، والشرط الثاني يكونوا مساكين، الشرط الثالث يكون كل نفر جنيهين. نعم. طيب نحن لو رجعنا ثاني يا شيخنا لصلاة الجماعة، مثلا نفرين بيصلوا جماعة في المسجد وجد ثالث لقاهم راكعين، هل ينتظرهم لحد ما يرفع من ركوع ولا يركع معهم في الصف واحد؟ أي نفرين أو أكثر، أي زول داخل المسجد لقى الإمام في أي حالة من الحالات ما يقيف، طوال يقيف في الصف ويعمل النية ويكبر تكبيرة الإحرام، ما يرفع صوته عشان ما يلخم المصلين ويقول لي تكبيرة الإمام، يكبر في سره ويدخل مع في الإمام. لقى راكع يركع، لقى ساجد يسجد، لقى قاعد يقرأ في التشهد ويقعد، بعد ما يسلم الإمام ويقوم يتم صلاة. هم مدين نفرين في صف واحد؟ إن شاء الله نفرين. لا يقف معهم في صف واحد ولا يجر زول؟ طبعا بشوية يقدم الإمام لقدام أثناء الركوع ممكن يقدمه؟ أي طبعا ممكن. ممكن يعني أي. نعم. طيب في كثير من لاحظنا من الناس انه في الصف النهائي لما يجي يصلوا مع جماعه تكون فاتتهم كم رقعه كده، ده بيقوموا يتموا الصلاه كلها من جديد، يعني ما بيقوموا يكملوا ما هو فاتهم يعني. طبعا ده جهل منه يعني. المفروض انه زول يقوم يتم صلاته يتعلم كيف انه لما يجي دخل مع الامام يتم صلاته كيف. نعم. هذه من الضروريات لازم يتعلمها. نعم. وبرضه ملاحظ انه في ناس بتلفظوا بالنيه مثلا اثناء تكبيره الاحرام، بقول نويت ان اصلي مثلا الظهر 4 ركعات. ما بتفرق اذا كان يعني في وسوسه. طبعا التلفظ بالنيه مكروه الا الزول عنده وسوسه. عنده وسوسه عشان يقطع يقطع الوسوسه. طيب معنا من السعوديه الاخ عبد المحسن. مرحبا يا عبد المحسن. الو الو مرحب. معنا عبد المحسن. طيب نحن ناخذ سؤال ثاني من الاسئله اللي وصلت لنا عن الزكاه. قبل تحدثنا عنها في جزئيه خاصه بالمغتربين، لكن هذه المره بدنا نتحدث عن الزكاه الناس اللي شغالين باجر زي الموظفين العاملين. هل المساله دي ايضا عندها حول الى يحول الحول ولا بالمرتب؟ هنا بالمرتب. ده اسمه المال المستفاد. المال المستفاد انت قبضت مكافاه، بحت بيت، بحت عربية، مجرد قبضت المال ده ما بيشترط فيه حولان الحول، هتطلع زكاة طوال. أما الناس الموظفين، ما كل الموظفين بياخدوا منهم زكاة. الموظفين مرتباتهم كبيرة تصل لحوالي 4 مليون إلا ربع، ده زول مرتبه الشهري 4 مليون إلا ربع، ده حتى ياخدوا منه الزكاة. ما ياخدوا الزكاة من المبلغ كله، يصنفه يطلع منه مصاريفه الأساسية حقت البيت والعلاجات والمدارس وكله، الباقي ذاك وصل نصاب معين بيطلع منه الزكاة. وانت دار تعرف انت زول مثلا موظف دار يعرف نفسه بيخزن منه زكاة، يرجع للبيشيد بتاع الحسابات بالاستقطاعات. ما بيستقطع الا زول مرتب وكبير خالص، يعني اصلا بياخذوه قبل ما تدفع انت شخصيا بيستقطع من الاستقطاعات. عندك لسه في البيشيد بتاع المواهي استقطاعات جاري المعاش، استقطاعات تامين صحي، استقطاعات شنو الضريبة، استقطاعات زكاة، كله في الاستقطاعات. ديلي منو مرتبات عالية خالص. ناس في المجموعات مرتبات عالية. أكيد الموظفين الصغار دين ما بيخدم منهم زكاة. نعم. معنا هاتف من السعودية. مرحب أبو رحيق. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحب بك. برزنا على الشيخ حسن. نعم. أيوة. تفضل. تفضل. نعم. تفضل. أنا شغال في سيارة رحيل. أي. وممكن أجي من الرياض أروح خميس، من خروس من خميس أروح جدة. ممكن صلاة القصر. دائم يعني سفرك دائم؟ نعم طوالي. على طول. يعني ممكن اليوم أصل بكرة أحمل. يعني يسأل بقصر الصلاة يعني. أيوه بيسأل عن قصر الصلاة، هو زول مسافر كثير يعني من الرياض. مسافات بعيدة جدا. قريب 1000 كيلو. أيوه صحيح.
هنا طبعا اختلف العلماء في نزول المسافر ديما له، هل يقصر الصلاة ولا يعتبر مغيم زي زول المغيم لأنه في السفر طوال؟ في بعض العلماء قالوا زول ده يعتبر مسافر ولغة وشرعا مسافر يقصر الصلاة حتى ولو سفر طوال. بعضهم قالوا ما دام سفر ديم يصوم ويتم الصلاة، أي يبقى لا الأقوى اللي هو يقصر الصلاة لأنه مسافر أصلا يعني متحرك. مثلا زي عند المثل من الخرطوم سافر لبرسودان، شحن من برسودان جاي الخرطوم، تاني قاعد يومين في الخرطوم، تاني رجع برسودان، يبقى الحل دي يقصر. نعم. خفيف لين مشاق. نعم. طيب نحن حقيقة برضو في سؤال عن ذبيحة المرأة المسلمة، كثير من النساء بيضطروا مرات الواحدة تطبح لها جدادة، تطبح لها إلا الخروف أظن ما بيقدر يطبحه. نعم تقدر النساء يطبح. نعم. طبعا ذبيحة المرأة عموما صحيح. المرأة المسلمة اللي استوفت الشروط بتاع الذبح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يبقى يجوز للمرأة المسلمة تطبح خروف، تطبح تور، تطبح ديك، جداد، حمام، ما دام استوفت الشروط بسم الله الله أكبر، وتكون السكين سنينة. وهنا أخذ الكلام ده من إن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرأة راعي بتاع غنم حقت ناس مؤجرة ترعى الغنم، الغنم طلع في الجبال وخروف من فوق وظن الدردق 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 والرب وقع في الوطن من الجبل يرفس رفس، كان مرة شاطرة ذكية ما عندها سكين كسرت من الجبل حجر، عملته كل عملته كل عملت زي السكين بسم الله الله أكبر، الخروف لسه يفرفر ضبحته والضبيحة قطعت الوجدين والبلعوم وشالت الخروف في كتفها ومشت لأهل البهاية وقالت لهم الحاصل كذا كذا. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا حليهن أكله حلال. نعم. معنا من الحصحيسة ريم، يا مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ حنان الحسن؟ نعم تفضلي. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا الشيخ عندي أختي طبعا هي طالبة وبتحضر وقاموا نزلوا فيها الجماعة قالوا فهي يعني زيان كده ولا هم زي المكلولية والجماعة بيقولون دير وهي ما دايرهم قالت ما داير الحاجة دي ما داير يقولوا لها يعني ولا شنو ما دايرهم ينزلوا فيها أصلا قالت لأنه بمنعات صلاة وهي خايفة من الحاجة دي ما قال يعني هي ما قالت بأنه ينزلوا فيها وهي اللي جاب لها الحياة دي شنو شافتها في المن بتحلم وعيو بتشوف وكده يعني وهي ما داير كاره الحكاية دي ما دايرة خلاص يبقى تتحصن تبقى أختك دي توصيها كل يوم بالليل تقرأ آية الكرسي ثلاثة مرات بحضور قلب وتقرأ قوله والله واحد المعوذتين وتقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي حصل لكن ما حصل يجي برضه لا تتحصن وإن شاء الله ما بيجوها تشد حيلة بس سؤال الأول يا شيخ حسن ها بس سؤال الأول عندي ثاني سؤال كويس برضه عند اختي الراجل اتزوج فيها اي اها ومين اتزوج اتزوج دي واحده ما هي اصلا ما بتولد ها قام هجر اولاده هجر اولاده وهجر هي ذات بقى ولا بقى منها ولا كان بقى يبشع بيها وزمان عملت وعملت وعملت من هو في السودان ساكن ما بيصرف على ولاده خالص نهائي بيصرف لكن شنو ما بيجي بديها حقها هي كل مره يقول انت لو دايره انا بطلقك ايوه نعم نعم يبقى دي الحل بتاعنا ما دام بيصرف على عياله تطالبه بحقها او بعدين تكلم اعمامه اعمام زوجها ده اخواله قرايبه تقول له انه ولدكم ده هاجرني كده ويرسل مصاريف بسيطه لاولاده لكن هاجرني وكده عشان ربما ياثروا فيه ويخليه يصلي علاقته معه هاي دائما المطلوب لكن لو هي اصرت يعني شاب ولسه صغيري والزول ده هجرة خالص وما داري يجيها وينبزها كده ممكن محل تطلب الطلاق ممكن نعم الهجران نعم لكن طيب. نقول لها جيب اللي كلم عمامك يقوموا يكلموا نعم مثلا الأولاني سؤال الأولاني اللي هو سؤال الأولاني قال عندها أختها طالبة و بتجيها معارض تشوفها لاويس نعم. وناس يكبرها تسوي كده ما تسوي ده كلهم شياطين ويعملوا لها مناورات نعم هي لو اترخت بيضروها يكتر عملوا لها هوس في راسها عشان كذا نصحناها قلنا له أختي جديد يومية أول حي تحفظ على صلاة تمام الشياطين دين ما بيجي للزول الزاكر لله والزول الزاكر لله ذكر تمام الشيطان يخاف منه عديل كده زي ما كان عمر الخطاب لإيمانه القوي
وعزمته القوية الشيطان يشوف في شارع خمل له شارع يفوت بشارع تاني. نقول لي بالتنادي أقرأ آية الكرسي يوميا في المساء 3 مرات في الصباح وعند النوم مع قل هو الله أحد المعوذتين وتكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وتلجي إلى الله تعالى بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله ربنا يصرفه عنك إنك إذا الشيطان كان ضعيف. نعم نعم. طيب نرجع للكلام القبيل اللي قلناه عن ذبيحة المرأة وإنت قلت إنه هي تصح. نعم. هل عندها شروط معينة بالطهارة متعلق بالحيض؟ لا ما شرط. ما شرط طبيعة حايض تطبح نفسها تطبح جنب يطبح أدم مسلم. نعم. طيب بالنسبة للوضوء يعني كثير من الناس بيسألوا عن الوضوء في حديث وردت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة ثم اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة يعني يا ريت نحن لو وضحنا فيها. أي طبعا الوضوء اللي هو الفرض مرة إذا كان والمرة دي على شرط استوعب الوضوء كله. والتسليد ده سنة. يعني ثلاث يعني توضيت مرة نقول لك وضوء صحيح لكن تركت السنة. تتوضى ثلاثة يبقى وضوء صحيح. طبعا ده بالنسبة غير الرجلين. الرجلين لأنه 3 قرفات ما بيغسل الرجل. هاي لابد الزول يغسل لغاية ما يعمم الرجل كلها بين البطن الرجل ظهر الرجل لغاية الكعب وكذلك الرجل الثاني. نعم. وقد تسليل ده سنة. نعم. معنا هاتف عبد الوهاب من السعودية. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب. مرحب بك يا عبد الوهاب. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. يعني احنا حقيقة السؤال بالنسبة للحية. اي اللحية في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. اي فمثال شيخنا ما في بعض الناس يقصروا اللحى او عن حديث عن ابي عبد الرحمن يقول كان يقص ما بعض الغضة. فأنا ما أعرف الحكم فيها بالنسبة للتقصير أو التخفيف أو تزيينها مثلا. كويس. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إجابتنا على هذا السؤال. بارك الله فيك. أخونا بيسأل عن اللحية. ورد في حديث صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشارب واعفوا اللحية. حفوا الشارب يعني الشنب. يعني الشنب قصروه ولغاية ما يكون مساوي للشلاليف ما ينزل بيجاي ده الشنب. واللحية أعفوها. الإمام النووي قال المختار إعفاء اللحية عليه حالة يعني خليها ما نخففها ولا نقرب عليها. تطول زي ما داية. وبعض العلماء قالوا أزولي هالزبر يعني يصلحها إذا ظهرت بصورة معششة. طبعا مطلوب أنه خاصة الرجل المتزوج زي ما بيحب أنه زوجته تسمح ليه وكمان يسمح لزوجته يظهر بصورة لايقة. الدقن والشنب دي إذا ظهرت بصورة معششة يهزبها يصلحها يكون وجيه كده قدام زوجته. ده المطلوب ده رأي لبعض العلماء. طيب أزول لو حلقة كت هنا العلماء اختلفوا في الأمر ده حفوا الشارب واعفوا اللحية. بعض العلماء قالوا الأمر ده للندب يعني مندوب يا مسلم إنك تحف الشارب وتحفي الدقن. أي ما دام كده إذا أخذنا بالرأي ده يبقى حلقتها ما حرام لأنه ده مندوب والمندوب يساب فاعل ولا يعاقب تاركه. وإذا أخذنا بالرأي الثاني اللي قالوا الأمر ده للوجوب حفوا الشارب واحفوا اللحية معناته ده أمر للوجوب معناته واجب لك عليك يا مسلم تخلي دقنك وتقصر شنبك. في الحالة دي لو خالف حلقة يكون حرام. ده رأيين بتاع العلماء الكبار وكذا. نعم. معنا من ود مدني زينب. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا مولانا؟ الله يبارك فيك. كان عندي أختي اتصلت عليك اسمها ريما من الفسحيس هسي. يلا يا مولانا أنا زولة يعني بصوم وبصلي وبعد من المصحف 4 مرات خير؟ فمهم يعني فجأة بقيت بحلم بأحلام ما كويسة. وبقيت يعني بحس حاجات أو بعرف حاجات. فقمت خفت منها شديد يعني أنا بقيت بعرف حاجات يعني عن الناس كده بتحصل. كويس. فبدأت جلسات بتاع العلاج بالقرآن. وما حصل حاجة حتى الحاجة اللي عندي دي يعني هم
يعني زي ما نزل واحد يعني أو جين واحد أو حاجة بالشكل ده. أيوة. فحتى الشيخ اللي بعدني ده هو بينزل بيقرأ معه القرآن. أيوة. وقالوا هم عايزين يعالجوا الناس. فخفت أكثر من الحكاية دي تاني رجحت العلاج برضو بالقرآن مع شيخ تاني. تكررت نفس الحكاية. سمع اللي بيشوفون في المنام دي يقولوا لك شنو؟ والله يعني بقول لي إحنا عايزين نعالج. نعالج. نعالج يعني نعالج نساعد الناس وبواسطة هندي. طيب سامع يعني صبري لي بيضرك بشيء عادي يعزوك بحاجة ما ضايقنك بحاجة؟ لا ما ضايقني بحاجة. وبعدين أنا زول يعني متعلم وبحضر في ماجستير حتى. سامع. طيب وأنا قلت الفتوى دي ما أنا خايفة إنها حرام ولا حلال. داير أقول لي خلاص سؤالي فهمنا أسمع الإجابة بتاعتنا ليك دي. نعم. جدا. أي النصيحة لك بيتنا إنه ديل شياطين بيجوك في المنام بيقول لك علاج ما علاج وانت ما تسترخي ليهم ولا كان تمشي لرغية ولا كان تمشي ليشي أسع خلاص. وقلت تاني تكررت مشيت للرغية كم مرة وبرضو ما جاب نتيجة وتاني جوكي أسع نصيحة لك داير الحاجات دي تفوت منك. خدي بالك من الكلام نمرة واحد تحافظ على صلاتك تمام تراجع صلاتك الطهارة الوضوء الغسل تتأكد أن صلاتك مؤصلة مبنية على علم على فقه تمام بشروط وأركان الصلاة وتحافظ عليها في أوقات الدين. نمرة واحد. نمرة اثنين يوميا مع صلاة الصبح صلوا صبح حاضر تقرأ آية الكرسي ثلاثة مرات بحضور قلوب وقوله الله أحد والمعوذتين تاني بعد صلاة المغرب تاني عند النوم وانت في أثناء شغلك وقرايتك تكثري من حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. نمرة ثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله. نمرة أربعة وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن شاء الله ربنا يقهر عنك ويزيل عنك وكيد الشيطان ضعيف الشيطان ما عنده تسلط ولا عنده شيء للناس للمؤمنين إنما تسلط للناس اللي بيصدقوا ويطيعوا يتبعوا. نعم. أنا أخذ معنا أخ عثمان. طبق الكلام اللي قلت لك إن شاء الله يروح منك ولا تمشي لي رغية ولا تمشي ليش. نعم إن شاء الله. معنا من السعودية الأخ عثمان يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. بالله ممكن أكلم تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ محمد أحمد؟ أي معك. نعم تفضل. كيفك يا عمنا؟ الله يعافيك يا أستاذ. الحمد لله. نعم أخي بسأل عن الحج. أي في ناس الحج العادي قالوا اتقفلوا الحج قفل هسه يعني. وبعدين في ناس بيدفعوا بالفلوس هل يجوز ولا ما يجوز يدفع فلوس 10 مليون؟ ايوه ده الحق التجاري. اي كويس. هل اصلا نرد عليك يا اخوان؟ نعم تفضل. طبعا الحق عنده مواعيد محدده قبل رمضان فتح الباب. نعم. وللناس اللي بيقدموا الحج كل ولايه من ولايات السودان ادوا عدد لين السعوديين اي دوله اسلاميه حددوا على حسب كثافه السكان بيحددوا العدد. حدد للسودان كذا 1000 قام السودان وزع على الولايات وحدد حد معين انتهى الباب وقفل خلاص. في بعد كده في حج تجاري. تجاري معناه تدفع مبلغ كبير زيادة. اي زيادة وهناك ذات يسكنوك سكن قريب من الحرم او راحات تامة ولكن قروش كثيرة. اخونا قال لسا انه امه دار تحج لكن الحج قفل. يبقى نقول له يا اخونا امك دي اذا ما عندك امكانيات تحج حج تجاري وحج تجاري غالي جدا ظن 10 مليون زيادة. نعم. يبقى الحال ذو الحج العادي 5 مليون شوية. نقول له أخونا دخل أمك دي للحج سنة جاي سنة جاي من قبل رمضان أول ما يفتح الباب تقدم لها حج عادي تمش تحج إن شاء الله. لأن الحج التجاري ده داير والحج يبقى مامونة وداير حرمة محرم وداير شغلانة طويلة. قول له أمك دي صبري وسبح واذكر الله سنة جاي إن شاء الله تحج. نعم إن شاء الله. برضو معنا من السعودية الأخ عبد الله مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أخبارك؟ الحمد لله يبارك فيك. التحية لك يا حماد التحية للشيخ محمد أحمد حسن الله بارك الله فيك. عندي بدل عن صلاة الجمعة أي هل نعم. يجوز جمعة مع العصر مع وجود سوء الجمع؟ أيوة. وعندي سؤال ثاني كويس هل يجوز أن أقول هذا فلان شهيد ولا هذا فلان شنو؟ هل يجوز مثلا ساي يقول هذا الزول شهيد أو فلان شهيد؟ كويس نعم.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا. اي طبعا صلاة الجمعة من شروطها انها تدخل وقت بدخول وقت صلاة الظهر ويخرج بخروج وقت صلاة الظهر. نعم. وإنها من شروطها صلي في المسجد وصلي جماعة. نعم. أي ولو أن بعض العلماء جوزوها في الفضاء وكذا. أما قال جمعة مع صلاة العصر لا. أي يبقى الزول هنا الجمعة دي براها صليت الجمعة براها ممكن تصلي بعد ذاك العصر في وقته. لو كان مسافر مثلا. وقال إذا مسافر طبعا نزل في محل في مسافر قول من الخرطوم ماشي سنار نزل في مدني ساعة صلاة الجمعة. نعم. صلى الجمعة. يبقى الحالة دي من بعد ما صلى الجمعة ممكن يصلي العصر جمعي تقديم. نعم. يجوز يعني. أي يجوز لأنه صلى الجمعة. نعم. مع الجماعة. نعم. أي بعدها ممكن يصلي العصر. نعم. هو أظن ده سؤاله ذاته لأنه قال مع وجود يعني سبب الجمع يعني. أي لا خلاص يبقى مسافر ماشي زي قلنا من الخرطوم ماشي سنار وصل مدني قال نزل عند ناس خالته يسلم عليها. أول ما نزل سمع أذان الجمعة يأذن يبقى ده في الحالة يلبي ندى الأذان يمشي يصلي الجمعة وبعد ما صلي الجمعة في جامع ممكن يتر لي ورا شوي كده يصلي العصر ركعتين ويواصل رسالة. نعم. طيب قال لك إنه هل يجوز إنه أقول فلان ده شهيد؟ هنا إذا كانت استوفت الشروط بتاعته طبعا هنا فرضنا زول ده مات غريق الرسول سماه شهيد قال مات في الغرق قال مات في الحريق قال بيموت حريق مات بسبب النار نقول شهيد لأنه الرسول سماه مات بوجع البطن نقول عليه شهيد لأنه اسمه شهيد مات بسبب وقعد عليه حيطة حريق بين نار غرق في بحر دي كلهم شهداء حوالي 16 نوع. نعم. والبيستشهد في أرض المعركة دفاعا عن الدين عن الوطن برضو شهيد دين نطلق عليهم شهداء لكن زول مات علي فراشه دعبا منطلق عليه شهيد. نعم. حتى لو كان متأثر بجراح المعركة أي إذا كان لسه طلع من المعركة جريح وما تموت شهيد. نعم. نحن نشكر الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة على مشاهدينا الكرام نمول أن نلتقي إن شاء الله مجددا في الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم لقاء يجمعنا مع مشاهدينا الكرام. شكرا لكم وشكرا لكل الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة وإخراجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.